السلام عليكم. السلام عليكم الناس اليوتيوب، صباح الخير عليكم. هذه فيديو خفيفة حابين نديرها اليوم قبل ما نشوفوا الماتش. اليوم عندنا 18، ما شاء الله اليوم راح نشوفوا الماتش. جست حبيت نشكر البريزيدون دو لا ريبوبليك الجيريان عبد العزيز بوتفليقة، بارك الله فيك على الوقت ديرتو بولي زالجيريان باش يروحو يسيبورتو للشعب ليكيب ناسيونال تاعهم في السودان، حاجة مليحة. ونشكر الجزائريين اللي راحوا للسودان باش يشوفوا الماتش، باش يسيبورتو ليكيب ناسيونال. ونشكر خاصة وهذه تحية من أخ جزائري إلى وزير الفيدراسيون تاع الفوتبول روراوة، خويا روراوة نسلم عليك، والعمي روراوة نسلم عليك بالبزاف، وميرسي عليك وجدت في مصر وانا شفنا دي فيديو، وهذه راح تبقى في التاريخ. هذه شفت فيديو نتاعك كي سبيتهم، هذه تبقى في التاريخ. وثاني نقول لك عاودي بارك الله فيك بالبزاف. وانا فيديو تاني نحيي الشونتور العالمي تاع سطيف، يعني مسلم عليك بزاف خويا، وان شاء الله نتلاقى في الجزائر ونشوفو في الجزائر. ويا خويا اللي عندك لي سيدي نتوعك في الجزائر قلنا عليهم وين نقدروا نشروهم، باسكو لي شونسون نتوعك حتى تما تي ان بون شونتور، وربي يحفظك وربي يسترك وانتو طون كوراج، فهمني. هذه وحده. جست حبيت نقول اون مونتري الشعب الجزائري ليكيب ناسيونال، اون مونتري لا فري ايماج دو ليجيبت، فهمني، الصوره الحقيقيه للمصريين. كما قال واحد المصري شفت لا فيديو نتاعو، قالوا بيعونا الماتش، زين ما حبيش تبيع الماتش، زين ما تبيعش، هو البروبليم. المصريين ما فهموش بلي الجزائر ما تبيع شي، فهم. الجزائري تجي ليه تقول له عطيني السروال تاعك، يمد لك السروال، فهم، ظرافة بالحنانة يمد لك السروال ويمدو لك. اعز من حاجة من الجزائري هو عنده السروال، باسكو احنا رجال، وانسان بلا سروال ماهوش رجل، فهمني. دونك الاخوة المصريين ما فهموش، وقولوا بلي راهم يقولوا بلي 4 جزائريين و7 جزائريين توفوا، وهذا باسباب اول انسان يسبب في المشاكل هذو هو الصحافي وامثاله عمرو دياب وعمر داب. وما هو كما نقولوا ما هو صحافي، هذا مستعمل من مستعمل بالك من المخابرات ليشتعل الفتنة بين المسلمين. انا لو جيت رئيس دولة ولا عندي البوفوار هذا كما عمرو دياب وانسان كما هذو، ما يقعدوا في المهمة تاعهم الإعلامية. بصح شفت تاني دي فيديو وين الناس أئمة قالك احنا الأئمة عزلونا عن الإعلام، ثم نحوا اسمهم الأئمة من انفورماسيون، ثم ما يخليكش إمام يقول لهم يدير انفورماسيون في إيجيبت، وهذه تسمى الديكتاتورية. أظن هذه الديكتاتورية. المهم حبيت نقول حاجة برك، بلي شكرا للشعب السوداني اللي استقبل حار الشعب الجزائري، إخوانه الجزائريين، والحمد لله. أنا شفنا في فيديو بلي الجزائريين قالك احنا السودانيين أفضل من الجزائريين في الضيافة وفي الرجولة،
واحنا هذا عز الينا بنشوفه سودانيين بنشوفه عرب يكونوا احسن منا. شيء كما المصريين يقولك لا ماكش احسن منا، احنا الاحسن. واحنا نقول الجزائريين باش تعرفوا الجزائريين رجال، فهمت؟ وتاع مليون ونص مليون شهيد. يقول لك الجزائري الحمد لله كاين الشعب السوداني احسن من الشعب الجزائري، وهذا فخر واعتزاز الى الشعب السوداني كدولة اسلامية كعرب. ونقول لهم بارك الله فيكم على اللقاء الحار للفريق الجزائري، فريق الجزائري راه في امان. وانا قلتها لاصدقائي من قبل، قلت لهم ان شاء الله الحمد لله كي خسرنا في مصر، لو كان ربحنا في مصر كانت كارثة. وهذه الكلاب تاع الفيفا ما قدمت شيء، ما تكلمت شيء، ما موتت اي شيء. حتى الجزائر كي راحت للسودان تتخرج في قرارات وسنعمل. احنا كاليفي ديسكاليفي احنا نصنفو، فهمني؟ ماهوش المشكل، المشكل ماهوش في الفوتبول، المشكل في الجزائريين هي الحقرة. احنا ما نحبوش الحقرة، فهمني؟ الحقرة ما نحبوهاش لا في الجزائر ولا خارج الجزائر. هذا باش يكون علمك يا عمر ديب يا دب. حبيت نقول لكم تاني حاجة، الشعب الجزائري اللي راهم في السودان يفو فار اتونسيون باسكو انا جانا واحد الايميل من عند اخوه في اليوتيوب، قال لك لي سيرفيس دو رونسينيمون ايجيبسيان بريبار ان بلان دونجورو. سيت انفورماسيون جو لي دو لا بار دو مسيو تاتاتا باش نديرو تاتاتا. Il y a des connaissances très proches de la source. Le plan, tuer des supporters égyptiens ou soudans par leur service. Ils vont filmer, bien sûr, en soi-disant des supporters algériens. Ils vont endosser cette massacre. Dans les deux cas, qualifiés ou éliminés, ils vont nous humilier et vont en conséquence nous éliminer. Je vais vous dire que les مخابرات يقول لك بلي راهي فيها مخابرات مصريه مستعده باش تقتل الشعب تاعها المصري، باش تقول بلي هادو جزائريين. نقول لك حاجه يا جزائريين اللي هم في السودان، فو فار اتونسيون. وهذه النداء للحكومه الجزائريه تاني تقوم المهمه نتاعها، ما تخليش الشعب تاعها هكذاك. والانفورماسيون لازم الانفورماسيون باش الناس تشوف الحقيقه، باسكو نعرفوا المصريين معروفين بالخدع والنفاق. دونك جست حبيت نقول بلي فو بار اتونسيون راهم. وقالها عمر الداب جورناليست، قالها بلي ماهوش راه رايح الشعب المصري للسودان باش نحذركم. دونك عندهم ان بلان يهودي اسرائيلي يقتلوا الشعب المصري في مصر ويقولوا بلي هذا الشعب الجزائري هو اللي يقتل. نقول لكم يا اخوان الجزائريين في مصر في السودان، فو فار اتونسيون كيما يقول لك سيلف ديفنس، فهمني؟ ما تضربوش بلا سبه، ما ديروا حتى حاجه بلا سبه. لو واحد تعدى عليكم تعدوا عليه، لما تعداش عليكم ما تعداش عليه. هذه هي السياسه باش نقول لكم، باش ان شاء الله نخرجوا سالمين ان شاء الله. اوكي، لا تعدى عليكم واحد تعدوا عليه، لما تعداش عليكم ما تعداوش عليه. اوتوماتيكمون سيلف ديفانس، واحد يجي لك يجي يضربك لازم تحمي على نفسك. ويفو فار اتونسيون يا اخوة، يفو فار اتونسيون باسكو انا قلت لك جانا خبر مستعجل فيه مخابرات مصرية راهي تحب تخلط في المقابلة هذه. اوكي، المهم السلام عليكم وان شاء الله لو ميور كي كان. السلام عليكم وان شاء الله 2010 نحب ربي.